وكعادته في كل سنة المركز الدولي للتعليم النوعي مدارس الكويت الخيرية في لبنان نقوم بالدورات التدريبية اللازمة لمدرسينا في كل المجالات وبكل الاختصاصات ولكل الصفوف. قمنا بداية بإقامة دورات تدريبية تقنية للأساتذة لمختلف الصفوف لمختلف المواد من أجل المتابعة التعلم عن بعد إذا اقتضى الأمر خلال العام الدراسي، على أن نتبع هذه الخطوات بخطوات أهم من الناحية التدريبية، خاصة لتدريب مدرسينا خاصة بالتعليم الحضوري الكامل. الدورة الأولى التي بدأناها هي دورة تعلم البرنامج الزوم وبعض الريسورسز والداونلودينج فروم يوتيوب اند ذا كاركترستكس اوف سيرش باي يوزينج ذا انترنت. البحث في الانترنت وزوم وهذه الامور والريسورسز كلها تتعلق في عملية التعلم عن بعد وكيف يمكن الاستفادة منها في انجاح هذه المهمة، مهمة تعليم ابنائنا عن بعد. في الدورة الثانية استكملنا ما قمنا به في الدورات السابقة من رفع مستوى المعلمين من الناحية التقنية، حيث في هذه الدورة تعلم المعلمون على استخدام خدمة جوجل فورمز لإنشاء الاستبيانات والامتحانات عن بعد، خاصة في ظل الحاجة الماسة لها الآن في ظل التعلم عن بعد وجائحة كورونا. بالنسبة للدورات التعليمية اللي عملناها بالمكتب كان لها كتير فوائد على عملية التعلم عن بعد. إحنا كتيتشر تعلمنا كيف نتعامل بطريقة أسهل مع التلاميذ من وراء الشاشة، كيف نوصلهم المعلومة بطريقة أوضح، كيف نتعلم على تكنيك على أبليكيشنز لحتى تكون عملية التعلم عن بعد أسهل وأوضح للستودنت. Thank you. كانت الدورات مفيدة جدا مثل ما عودنا المكتب الدولي للتعليم النوعي، طبعا مضطرين للتعليم عن بعد بزمن الكورونا. تبعنا الدورات أول شيء عن برنامج الزوم اللي نقلناه أيضا وعلمنا تلاميذنا عليه وصرنا نتواصل بشكل ممتاز وجيد جدا مع تلاميذنا. أيضا تعلمنا عن الجوجل فورمز وعرفنا كيف نقيم تلاميذنا عن طريق الإنترنت وهن قاعدين ببيوتهم، كيف نحن نحط لهم التقييم المناسب للتلميذ. بشكر المكتب الدولي للتعليم النوعي اللي هو دائما عم يكون على قد المسؤولية، وجزاكم الله عنا كل خير.